بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا آل بيت رسول حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لقد بدا سر الملك الأكبر في آلة الحق الإمام الأكبر، سر النبي في محاسن الشيم، ومن يشابه به فما بريت كلنا اللي نسر الإمام المهدي بولادة أبيه. فريتكم وياه كامل يعني، مو بس في المقطع الأخير. دكتور لازم في كل شطر. يلا باشر. السيد قال تدلل، باشر دللوني. لقد بدا سر الملك الأكبر الإمام العسكري، سر النبي في محاسن الشيعة، ومن يشابه به فما كل معانيه حسن، فإن له سر النبي المؤتمن، وأصله فاتحة الوجود وفرعه خاتمة الشهود.
بس عاد مو من اجيب اول بيت تبغوا تشيلوه. بارك الله فيك. لوش تفتح انت تتمم هذا. له من العلوم والمعارف ما جل عن توصيف فكيف لكم بالخلف بعد الخلف؟ عقيدتنا أن الإمامة كالنبوة، لا تكون بالانتخاب ولا بالشورى ولا بالإجماع، وإنما الإمامة والنبوة بالنص والاختيار الإلهي. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لهذا نجد القرآن يقول إني جاعلك للناس، يعني الجعل للإمام مو بيد الناس، مو بيد الخلق، بيد الله عز وجل. إني جاعلك للناس إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا
اجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. فالإمامة كالنبوة تماما، جعل الإمام بيد الله عز وجل، لأن الإمام لابد أن يحمل مواصفات ما هي موجودة في عامة الخلق، وإلا لما كان فرق بين الإمام والمأموم. ولكن الإمام يحمل الصفات التي تميزه عن عامة الخلق، يعلم بجميع لغاتهم، يتصف بكل الكمالات، منحه الله عز وجل من القدرات والإمكانيات ما ليس لغيره، آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. جعل الإمام مفزعا وملجأ لجميع الخلق في الأمور الدنيوية والأمور الدينية، ولهذا كلنا نقول ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. هذه الصفة موجودة بس للإمام عليه السلام، هو المفزع والملجأ في الأمر الديني والدنيوي. أبو هاشم الجعفري رضوان الله عليه يحدث عن الإمامين الهادي والعسكري سلام الله عليهما، يقول ما دخلت على أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري إلا ورأيت منهما دلالة وبرهانا ومعجزة. هذا يدخل كل يوم على الأئمة، هذا من الأشخاص المقربين، إنسان إلى مقام وإلى مرتبة وإلى شرف وفضل خاص، معاصر الرضا ومعاصر الجواد ومعاصر الهادي ومعاصر الإمام الحسن العسكري، وأدرك بداية الغيبة الصغرى للإمام المهدي. يقول كم وكم من الحالات التي فزعت فيها إلى الإمام العسكري وما رجعت خائبا. كل يوم من الأيام قصدت الإمام عليه السلام العسكري، أريد أن أطلب منه خاتما أو فضة لأصوغ بها خاتما أتبرك به، شيء من عند الإمام. يقول جيت لما دخلت على الإمام وجلست مع الإمام في المجلس، مجلس الإمام لا يخلو من الفائدة، مسألة علمية في العقيدة في الأخلاق في الفقه في التفسير في مختلف ما يحتاج الناس، وهذا رجل عالم أبو هاشم الجعفري. يقول نسيت اللي جاي إليه، سلمت على الإمام ودعت أريد أطلع، ما شفت إلا الإمام رمى علي بخاتم، أنا ما قلت له بعدين أصلا نسيت الموضوع. فقال يا أبا هاشم طلبت منا أو أردت أن تطلب منا ما تصوغ به
خاتما. واحنا اعطيناك خاتم وربحت الفص وربحت الكروبة. ما يحتاج لا تروح الى واحد يسوي بفلوس ولا غيره. خاتم جاهز، الفضة والفص جاهزين اكيد. فقال له ابو هاشم: اشهد انك ولي الله وانك امامي الذي ادين الله بطاعته. فقال هنيئا لك يا ابا هاشم وغفر الله لك. صلوا على محمد. ويحدث محمد بن علي ابن ابراهيم ابن موسى ابن جعفر العلوي سلام الله عليه وعلى بيته، يقول هذا محمد. احنا نقول بالوقف على امامة الامام باب الحوائج موسى بن جعفر، ما يعتقد بامامة الرضا ولا الجواد ولا الهادي ولا العسكري. يقول فاصابنا ضيق شديد وضاق بنا الامر، التفت الي ابي قال: الا نصير الى هذا الرجل؟ فاني سمعت عنه سماحا، صاحب جود وكرم وعطاء. قلت له: يا ابا هل تعرفه؟ قال: لا. رايته من قبل؟ قال: ما رايته قط. قال: لا تعرفه ولا شفته وتبغى تروح يعطيك؟ شلون؟ قال: احنا نروح نطرق الباب ونشوف. شضرنا احنا نعيش في ضائقة. يقول طلعت مع ابي وتوجهنا الى بيت الامام العسكري عليه السلام بسامراء. يقول في الطريق قال الأب: ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا بخمسمائة درهم، 200 للكسوة و200 للدقيق و100 للنفقة. يعني هذه نفقة للسنة كاملة. يقول محمد: فقلت في نفسي لو يأمر لي ب300 درهم، 100 للكسوة و100 للنفقة و100 أشتري بها حمار وأمضي للجبل، كل واحد يتمنى. إنما الأب يفضفض بس الولد يتمنى داخل قلبه. يقول وصلنا إلى بيت الإمام عليه السلام، تو واصلين عند الباب إلا الغلام طلع. قال لي: يدخل علي بن إبراهيم وابنه محمد. زل ما شايفين الإمام أصلا، لا شافوه ولا يعرفوه ولا قعدوا فيه أصلا. ده غلام يطلع يقول علي بن إبراهيم وابن محمد يدخلوا. دخل على الإمام العسكري سلم وجلس، والتفت الإمام إلى الأب قال له: يا علي، ما الذي أخرك إلى هذا الوقت عنا؟ الفترة هذه كلها وين؟ قال: يا سيدي، استحييت أن آتيك وأنا بهذا الحال. لو أنت تعتقد أنه إمامك جيت من زمان. يقول جلسنا، بعد أن انتهى من الحديث ما عرضنا مسألتنا عليه. يقول طلعنا، طلع ويانا الغلام نفسه. يقول طلع ويانا اللي يحمل صرتين في يده. قال إلى الأب: هذه الصرة لك. الإمام يقول لك فيها 500 درهم، 200 اجعلهم للكسوة و200 اجعلهم للدقيق و100 اجعلها للنفقة.
يقول طلع الصره الثانيه عطاني وياها الولد. قال له هذه 300 درهم، 100 اجعلها للنفقه و100 اجعلها للكسوه و100 اشتربها حمار، لكن لا تخرج الى الجبل. الجبل لا تروح اليه، اذهب الى منطقه سوراء. يقول انا بعد حتى ابوي ما يدري عني، انا وش تمنيت وش قصدت؟ شلون هذا عرف اسمعنا؟ شلون اطلع على اللي في ضمائرنا؟ انا اتمنيت كذا والاب اتمنى كذا، وعطاهم التفصيل. يقول انا استلمت المبلغ، رحت السوق اشتريت الحمار، توجهت الى منطقة سوراء كما امر الامام. يقول مكثت هناك فترة، احتجت اتزوج، ولد شباب يحتاج اذا راح اشتغل تاجر يرجع البيت طعامه مهيا، زاده مهيا، فراشه مهيا غيره. فيقول خطبت واحدة من منطقة سوراء. يقول بعد الزواج مثل ما يقولوا تباركوا النواصي والأقدام، امرأة تدخل بيت وتصير شؤم، ومرأة تدخل بيت وتصير بركة ورحمة. يقول هذه المرأة بعد أن تزوجت بها كنت أتاجر وربحي في اليوم 1000 دينار ذهب. اليوم 500 نفقة إلى أسرة كاملة إلى عائلة، 500 درهم، هذا دخله اليوم من التجارة 1000 دينار ذهب. يقول ولا زلنا نقول بالواقع. بالله عليك انت وش تبغى من دليل وبرهان على إثبات الإمامة؟ هذا انت جيتوا مرة واحدة إلى الإمام وعطاكم برهانين، لا شايفينه لا تعرفوا لا أنت ولا أبوك، ووصلت إلى البيت وطلع عليكم غلام أسود قال لكم تفضلوا فلان وفلان يدخلوا، بس ماكم جاء. دخلت حتى سؤال اللي تريدوا وتطرحوا على الإمام ما عطيتوا، الإمام علم بما في ضمائركم وعطاكم فلوس على الطلب اللي تريدوه. حتى روحت الولد إلى الجبل قال لا تروح، روح إلى سوراء هناك الرزق. أنت صحيح ما تدري رزقك في سهل أم في جبل، لكن الإمام يدري، اللي عنده علم ما كان وما يكون يدري. ومع هذا يقول نقول بإمامة موسى بن جعفر ولا نقول بإمامة الرضا ولا بإمامة الجواد ولا بإمامة الهادي ولا بإمامة العسكري. لكن شوف أبو هاشم الجعفري من برهان واحد يقول أشهد الله أنك ولي الله وأنك إمامي الذي أدين الله بطاعته. يمثل النبي في أدناه، صورته تنبئ عن معناه. الخلق خلق نبوي، والشمائل شمائل نبوية، وأصله فاتحة الوجود. النبي صلى الله عليه وسلم بكم فتح الله أول ما خلق الله نور نبيك صلى الله عليه وسلم، وأصله فاتحة الوجود وفرعه خاتمة الشهود. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهو أبو المهدي وابن الهادي
فلا أحق منه بالإرشاد، وهو سليل خاتم الرسالة وصاحب الرفعة والجلالة. صلوا على سليل المعروفة بالجدة، هذه المرأة التي يقول في حقها الإمام الهادي عليه السلام سليل مسلولة من الآفات والعاهات والأرجاس والأنجاس، مرأة صديقة طاهرة صالحة عالمة، كانت المفزع إلى الشيعة في بداية غيبة الإمام المهدي عليه السلام. شلون الناس فزعت بعد شهادة الحسين وفي محنة السجاد إلى عقيلة الطالبيين في كل ما يحتاجون؟ كان بعد شهادة العسكري أيضا مفزع الناس كان إلى هذه الطاهرة سليم. فالإمام يقول سليل مسلول من الآفات والعاهات والأنجاس والأرجاس، امرأة حق لها أن تكون كذلك لأن الله عز وجل اختارها لتحمل نور الإمامة. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تدنسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. حملت هذه الطاهرة بإمامنا العسكري عليه السلام وكانت لا تشعر بثقل الحمل الذي تعانيه الأمهات عند حملهن. ليش؟ لأن فرق بين اللي تحمله الأمهات وبين اللي تحمل به أم الإمام. أم الإمام تحمل نورا من نور الله عز وجل، لهذا الإمام الصادق يقول أمهات الأئمة هكذا لا يشعرن بثقل الحمل ويسمعنا التسبيح والتقديس والتهليل ويسمعنا الهواتف تهتف بهم وتبشرهن بغلام عليم حليم من آل محمد. وكانت الملائكة في صعود وهبوط يهللون ويكبرون
الناظم على حب المصطفى والآل ماضٍ وعنهم أبتعد لحظات والمال ماضين رخيص الروح لسياد البرية صلي على محمد وآل محمد فضلهم فضلهم أهل بيت النبي الخالق وبحر الجود والعفة فضلهم يجيب الدعاء بارينب فضلهم حباهم هو بأسرار الخفي علمهم رب الكون من علمه علمهم علمهم على الهامات ظل يرفل علمهم وسيادتهم على